كنا نستناو بلي غنلقاو صعوبات مع فريق شبيب سكيدا، فريق محترم ويعتبر من خزان الكره الجزائريه. انا سبق لي ولعبت في الشبيبه هنايا، فريق محترم وعنده لاعبين لاباس بهم، ميم لاعبين تاع اليوم هي با مال دو جو اللي عجبوني فريمون المو ايباتي. نولوا النتيجه الحمد لله، وفقنا ربي في اول خرجه وكنا معولين نديروا ريزلتا مليح. حنا ما حطيناش في الحسبان الوضعيه اللي فيها شبيب سكيدا، باسكو انا في طيل الاسبوع ما ركزتش على فريق شبيب سكيدا، ركزت على الجانب النفسي للفريق تاعي باش نحضروا هالمقابله.